تسارع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في استغلال جميع المناسبات خاصة الدينية منها لتبادر في تدشين أعمالها الإنسانية الخيرية. برنامج توزيع أضاحي العيد في حضرموت كان أبرز تلك الأعمال مؤخراً. المزيد في هذا التقرير. نشكر الهلال الأحمر على مساهمته لأضاحي بعض البيوت ما قدرت تشتري لحم العيد، نشكرهم جزاهم الله خير. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، دعوات صادقة تبعث من قلوب هؤلاء المواطنين الذين حظيوا بنصيب من برنامج توزيع الأضاحي الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إحياء لشعائر الله وسد حاجة الناس من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. اليوم الحمد لله نختتم برنامج أضاحي العيد سنة 2023 بمحافظة حضرموت، والتي تستهدف إلى الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة والمحتاجة من اللحوم، والتي هي 4180 أسرة. 4180 مستفيد ومستفيدة من الأسر الفقيرة والمتعففة والأيتام والأرامل في حضرموت استهدفهم برنامج هلال الإمارات لإدخال الفرحة والسرور في قلوبهم وسد حاجتهم عن السؤال في الأيام المباركة أسوة بغيرهم من الأسر في مثل هذه المناسبة السعيدة. جينا اليوم لاستلام الجزء المخصص لفئة الأيتام من قبل الهلال الأحمر. المخصص لدينا هذه المرة كان 250 أسرة. الأسر تتفاوت عندنا من 3-4 أشخاص إلى 10-11 نفر في داخل الأسرة الواحدة. طبعا الأيتام وفئة الأيتام من أشد الفئات المحتاجة للحوم في هذه الفترة مع مرور يعني عيد الأضحى المبارك، مع طبعا الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة، يعني مع قرب عيد الأضحى المبارك بسبب غلاء الأسعار ما قدروا الناس يشترون الأضاحي بسبب سعرها الباهظ، فقام الهلال الأحمر جزاه الله خير بتوزيع أضاحي للأسر المستفيدة وخصوصا الأيتام، فنشكرهم وجزاهم الله خير بهذه المبادرة الطيبة اللي قدموها للناس، وحسوا الناس فرحة العيد كمين أسرة ما قدرت تشتري لحم، والحمد لله ربي يوفقهم إن شاء الله في أعمالهم ونتمنى منهم المزيد إن شاء الله. هذه المبادرة الإنسانية الكريمة تأتي ضمن الحملة السنوية الواسعة التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في أكثر من 70 دولة في العالم لإحياء شعائر الله في الأيام الفضيلة ونشر روح التكافل الاجتماعي بين المجتمعات والشعوب.